من تخاف من الجن، يا من تخاف من العين والحسد، سوف أدلك على عمل بالله عليك احفظه وانقله لأحبابك ولأهلك. يا من تخاف من الجن، يا من تخاف من العين والحسد، يا من تذهب إلى راق شرعي يعبث بك ويوهمك أنك مسحور ومحسود، يعبثون بأعراض الناس، أنا أدلك على عمل واحد يكفيك من ذلك كله. ما رواه البيهقي في سننه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن أبي بن كعب قال أن أباه، اسمع إلى هذا الذكر العظيم الذي يحرسك، أن أباه كان له جرن من تمر، وكان ينقص هذا التمر، قال فحرسته ذات ليلة، قال وإذ بدابة شبيهة الغلام المحتلم، قال فسلمت عليه، قلت إنسي أم جني أنت؟ الراوي من؟ أبي بن كعب من كبار الصحابة، قال جني. قال أبي، قلت له ناولني يدك، قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب، قال أبي قلت هذا خلق الجن؟ قال نعم. قلت ما الذي حملك على هذا الفعل؟ يسرق، وهذا دلالة صريحة على أن الجن يسرقون، وهذا بحث خاص. قلت ما الذي حملك على هذا الفعل؟ قال أخبرنا أنك تحب الصدقة وجئنا نصيب من ذلك، من هذا الطعام. قال أبي بن كعب، قلت لهذا الجني ما الذي يجيرنا منكم؟ ما الذي يحفظنا منكم؟ قال الجني آية الكرسي، آية الكرسي من قرأها حين يصبح أجير منا حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي أجير منا حتى يصبح. قال أبي بن كعب فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال صدق الخبيث، صدق الخبيث، صدق الخبيث. آية الكرسي ذكر عظيم يحرسك من العين والسحر والحسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.